السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم بعنوان ماذا ترى في السماء نهارا وليلا؟ هناك بعض الأعمال التي نقوم بها في النهار. هذا العامل يقوم بعمله في فترة النهار. أيضا الأعمال اليومية مثل تنظيف البيت، هذا يتم بالنهار، ركوب الدراجات، ممارسة الرياضة، تفريش الأسنان، الذهاب إلى المدرسة، كل هذه الأعمال يومية تتم بالنهار. في أعمال أخرى تتم في الليل، طبعا أهمها هو النوم. لازم الإنسان يأخذ قسط كافي من النوم، طبعا النوم بيكون ليلا. نلاحظ هنا عند شروق الشمس استيقظت الفتاة من النوم، وعند غروب الشمس يعني بعد صلاة العشاء بفترة بنذهب إلى النوم. ماذا نرى في السماء نهارا؟ نلاحظ في النهار نرى الشمس، تشرق الشمس من جهة الشرق، نرى أيضا الطيور في السماء نهارا، نرى الطائرات في السماء نهارا، نرى الغيوم، نرى الأمطار، كل هذه الأشياء نراها في السماء نهارا. ماذا نرى في السماء ليلا؟ نرى القمر يعكس ضوء الشمس، أيضا نرى النجوم في السماء ليلا، نرى القمر أيضا نرى النجوم. كما نلاحظ في طائر يسمى طائر الخفاش، هذا الطائر ينشط بالليل. هل تعرفون كيف يحدث الليل والنهار؟ نحن نعيش على كوكب جميل اسمه كوكب الأرض، وكوكبنا النشيط هذا له حركتان، فهو يدور حول نفسه لمدة 24 ساعة، أي يوم كامل، ويدور حول الشمس لمدة 12 شهرا، أي عام كامل. فالأرض ومعها 7 كواكب أخرى يدورون ويدورون حول الشمس فيما يعرف بالمجموعة الشمسية. وأثناء دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس يكون لها وجهان، وجه مضيء لأنه مقابل للشمس، ووجه مظلم لأنه غير مقابل للشمس. وبهذا يكون النهار في البلاد التي تقع في الوجه المقابل للشمس، ويكون الليل في البلاد التي تقع في الوجه المظلم. وبهذا يكون الليل والنهار. يختلف الليل والنهار بسبب، أو يحدث اختلاف في وجود النهار أو الليل بسبب دوران الأرض حول نفسها، وبالتالي يحدث الليل والنهار. إذن سبب حدوث الليل والنهار هو دوران الأرض حول محورها، أو دوران الأرض حول نفسها. سماء الليل والنهار. نرى في سماء النهار الشمس والسحب، وقد نرى أيضا الأمطار، ونرى أيضا قوس الرحمن ألوان الطيف 7، ونرى طيورا تحلق في السماء، وقد نشاهد الطائرة. نرى في سماء الليل القمر والنجوم والسحب، وقد نرى الطائرة في سماء الليل، ونرى أيضا الأمطار، ونرى أيضا الخفاش. في النشاط الأول هنستطلع السماء، هنرسم ما نراه في السماء نهارا وليلا. السماء في النهار نرى فيها الشمس
نرى الغيوم، نرى الطائرات، نرى الطيور، نرى الكثير من الأشياء في السماء نهارا، نرى الشمس، نرى قوس المطر، أيضا في الليل نرى القمر، نرى النجوم، نرى الخفاش. هنلصق ما نراه في الليل، في عندنا الخفاش، نراه في الخفاش ليلا، أيضا النجوم، القمر، كل هذه الأشياء نراها في سماء الليل. أيضا نرى السحب، نرى الطائرات، نرى الأمطار. أما بالنهار فنرى الشمس، نرى السحب، نرى الطيور، قطرات المطر، قوس المطر، أيضا نرى الطائرات. كل هذه الأشياء نراها في السماء نهارا. هنصنف الصور التالية إلى الكلمات التي تناسبها. طبعا أحد الأشخاص ينام، النوم بيكون بالليل، الإنسان ينام ويرتاح ليلا. هناك أعمال أخرى نقوم بها بالنهار، اللعب، الذهاب إلى المدرسة، الدراسة، كل هذه الأشياء نقوم بها نهارا. عبر باستخدام الوجه المناسب سواء كان سعيد أو حزين. الصورة الأولى، أحد الأشخاص يشاهد التلفزيون ليلا، وعند ملاحظة الساعة على الحائط، الساعة تشير إلى 12 ليلا. طبعا هذا الولد تخطى وقت النوم، فهذا التصرف تصرف غير صحيح. الصورة الثانية، لطفل ينام في الليل، من خلال المنبه يشير إلى الساعة 8، ينام مبكرا، هذا صحيح. الصورة الأولى تصرف خاطئ، السهر تصرف خاطئ، النوم مبكرا يعتبر تصرف صحيح. اكتب جملة من 3 كلمات على الأقل تعبر عن الصورة. في عندنا صورة تعبر عن تعاقب الليل والنهار، مطلوب كتابة جملة تتكون من 3 كلمات على الأقل، يعني ممكن أزيد عن 3 كلمات أعبر بها عن الصورة. ممكن التعبير عن الصورة، نرى القمر ليلا ونرى الشمس نهارا، نرى القمر ليلا ونرى الشمس نهارا. بعد التعبير عن الصورة اكتب الكلمات التالية. في بعض الكلمات اللي درسناها اليوم، ليل، نهار، شمس، قمر، هنكتب هذه الكلمات، ليل، نهار، شمس، قمر،